انقلبت جماعة الحوت والرئيس المخلوع على نظام الدولة وبدأت باجتياح المدن وتصدير عناصرها للاستيلاء على المؤسسات. كانت محافظة تعز واحدة من الأهداف التي صدرت لها الجماعة كتائبها، مستغلة سلطة المؤسسة العسكرية الموالية للرئيس المخلوع وقيادات ما تزال تدين بالولاء له. إبان تحقق الانقلاب حاولت الميليشيا إخضاع المحافظة لسلطتها، وعندما رفضت شنت حربا واسعة ضد المدينة. هؤلاء السرطان تمددوا ليسرقوا حلم الثورة ومشروعنا في الدولة الاتحادية. منذ نحو سنتين ونصف مارست الجماعة سلسلة طويلة من الانتهاكات التي لم تتوقف حتى اللحظة. ارتكبت الجرائم ابتداء من حصار السكان وقصف الأحياء الآهلة بالمدنيين، إلى استهداف المرافق الصحية والمنشآت الخدمية من مستشفيات ومدارس، كما عملت على تدمير البنية التحتية وكل مقومات الحياة. البنية التحتية في المدينة وقفت تماما، الناس تشردوا تقتلوا، مجازر كل يوم على مدار سنتين وداخلين في السنة الثالث، كل أسبوع كل يومين أكثر من 3 مجازر. هنا كان لابد للحياة أن تتوقف. أصيبت مع آلة الحرب التي تقودها الميليشيات بالشلل التام، ما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية وعلى رأسها أعداد القتلى والجرحى، فظلت في ارتفاع مستمر بالإضافة إلى منع المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، ما دفع بالآلاف من السكان للنزوح هربا بحياتهم من هذه الجرائم المضاعفة. أما انقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل فقد شكل هو الآخر هاجسا إضافيا بالنسبة للناس، حيث باتت أغلب الأسر تعيش على وجبة واحدة في اليوم، لتكون تلك المصفوفة من الانتهاكات حياة أخرى أشد بؤسا ووجعا على المواطنين. حصار المدينة وانعدام الخدمات الصحية والحكومية وتدمير البنية التحتية للبلاد مما سبب بنزوح الآلاف من المواطنين من المدينة إلى دول الجوار وإلى المدن الأخرى اليمنية. إذن شرفت المحافظة على دخول عامها الثالث من الحرب، ولا تزال الحياة تروح مكانها بين القصف والقتل في ظل صمت مريب من العالم والمنظمات الإنسانية التي اكتفت فقط بإصدار بيانات الشكب والتنديد، وهو ذات الأمر الذي وسع من شهية الميليشيات للاستمرار بمشروعها التدميري. هذا هو ملخص الحياة في تعز في ظل الحرب، سلسلة من الانتهاكات وترقب انفراج قريب، وبين هذا وذاك يدفع المدنيون حياتهم ثمنا لجماعة تريد السلطة، وفي المقابل تسعى لتدمير الحياة تعويضا عن الفشل. ليظل السؤال القائم هنا، إلى متى ستظل هذه المحافظة مسرحا للميليشيات بينما يبقى الجميع متفرجا بمن فيهم الحكومة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.